بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام والبركات على خير خلقه وعلى باقي إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى الذين آمنوا معهم واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا كما هديتهم وارحمنا كما رحمتهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقائي بيشتري باسي تن موازي ما كرت اويش جغرافيتي مكة بوني اثري صحراوي وشكاني تشاي مكة ودور بري عشان عملي اقتصادي وسياسي واجتماعي وشكاني مكة توكارك بوا بسر واقع إنسانك ومسددوني إنسانك وعشان كو أو إنسانة بو نوعيتي درس وكا قرآن لزرز باسي لكا إشارتي لكا وانا ما بتفصيل باسكت أورو دين سر موقعي في غنبر ما لناو أنبياء أخواتي رفيق بدأ خريطة كيمن أو هاي أقربيته وسائله أوامل هبن لسر سار بود إيش بكم أو رو تنن في بكري خالي علاقي بيني پیغمبر خدا هاشان خدا پیغمبر أو جا علاقي بيني پیغمبر جمع أنبياء وجا جنبي أنبياء لبي پیغمبر ما علاقي پیغمبر ما لقى المخلوقات رؤيوي عشان مخلوقات كو تعمل يعني لقى پیغمبر كديا اللي هموشان مهمتر علاقي پیغمبر ما خودي خوي لقى خوي اوش لقى خداي او محاورانها والذين ان شاء الله لرد فيه محاضرات السيرة لخدمتها باسكا هي أورو تقييمي في غنبال معنا يعني موقعي في غنبال معنا لباب نبوة ولباب رسالة في غنبال معنا دوري تبوه لناو أنبياء عنواني تبوه لناو مرسلين أوان مطلوب تبوا لخدمة پیغمبر ما بيكن أتسند زمنا فارق زمنيا دربونة چيتاو زمنا بيني أنبياء كان هيا خاصة پیغمبر ما كبيني أخير پیغمبر مرسل عيسى عليه السلام والبركات ما بيني بين صد أتاشر صد صاد بين يعني هي بزمن أو حالتي كبيغمبر ما انتهي دا موجود بوا آية نبوتي بيغمبر ما بزلب أمتك يا أمتي خوي ياخد بيغمبر ما بيغمبريشا لبو أنبياء ومرسلين أجل پیغمبر ما أن پیغمبر بلا بو أنبياء ومرسلين أوان موقع عنوان يعني سدى بي أوقتي إن شاء الله أورو بالتفصيل وأمدانا بهزدفين حديثة صحيحة
لمستدرك إمام حاكم باسي لك أويش صحابي أجنائي ميسرة الفخرة لبيغمبر من دفرسي يا رسول الله كين أتو بيا بيغمبر كين أكراي بيغمبر جوابي فرموي كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد واتا إشتا تكملي خلقي آدم نكرايا بيغمبر من بيغمبر إشتا آدم خلقي تواو نكرايا نبوة درايت بيغمبر من أقل بيتان بيكاتي خوي أو ما أنكد كا خريطة عظمى هي أو خريطة عظمى هاشي خلق أنفس داري تعالى هرشي مطالبي إنسان كان بو أرزي سر إنسان كان كت وإنسان كان خويا موقعي خويا اختيار كت فزمان ومكان وواقع وضعي كتيدا ديانو يتيدا بجين لا سياق أو آياتي وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى لو رجي و پیغمبر من موقعی خود تحدید کردیا قبولی مسئولیت نبوت رسالتی کردیا باری تعالیش دیار لو آست لی غادیتیا لوی او موقعی پی بخشیا لویش هل آدم علیه السلام تباعا هرسي پیغمبرك هاتبي عهدو پیمان عهدو پیماني لور جرايا لبو پیغمبر مان هرسي پیغمبرك هاتبي يقلا اسوسي نبوتي وي رساليتي وي اوابوا پیغمبر مان ما پیغمبر قبول بي پیغمبر من به پیغمبر قبول بکه او وقتی نتانی رساله خود تکمیل بکه و ادائی امرتانی بکه اوان هموی لو باری تعالی اشتانی طلب کردیه لانبیاء و مرسلین جواب لبروی پیغمبر من خاتم النبيين كلمة خاتمش للسان عرب بدو معنى هاتية ومعنى انتهاء وبمعنى ختم مور ها اگر جتا لبو بي پیغمبر ما نسر پشتي ختم نبوته بو يا خود هر مسؤولك هر رئيسك ختم خوي هي هر دائرك هر موظفك ختم خوي هي او توقيعك استا امديكين قديما ختم بو اذا پیغمبر اشمان ختمك لو اخت امانه او بواسطه وی هرچی رسالات نبوتا انتهای پیده فکا پیغمبر من خاتم انبیاء بی آیا بختم نبوت با انتهای نبوت رسالتی انبیاء دی پیش خوی
أما مكان يعني انتهاء يعني كده فجواب نفر لو يستاهل سركوي أز دياها ديني آسماني هي سماوي هي أو خلقاني كبابن بوين بو دينا زماني خوشي أجر أنبياء كان يعني مردبن للدنيا نما بن رسالة كان يعني لبعض جانب تحريفاتي تكتبي أو وقتي موقعي أو أمة تستفي روج قيامت شي صاحبات عندك روج قيامت شي دبت دليل يعني لبو إيمانينا بخداو بآخرة حتى بتان روج قيامت قتابة بن الجواب پیغمبر من إذن أو مسؤوليتي كدراي تسرشاني أنبياء ومرسلين تاكا تاكا بدان بالبيغمبر من نفسي أو مسؤوليتي باشان بيغمبر من بيخا تسرشاني خوي لو بتاني بتسببي هدايتي أما مكاني بيشي خوي نفسي وقتي بتسببي بهشتيان لآخرتيان أو إيشي هودو تروى أنبياء كان همو بلا عمل في غنبر ما واتا أنبياء كان هموي كدين إيمان في غنبر دينا أو وقت أمانة خويا فايلات رسالة خويا همو تسليمي في غنبر دكان كتسليمي أنكت أو وقت دبي في غنبر قائم بي با تصريفي أو أمانتك أوان تسليمي في غنبر يعني كردية أو يشهد قلتني مسؤوليتي دنيا وآخرة أمتانية أو مقدمك بو لو موضوع دين سر آيات كان آية لنا وأنبياء تفاضل هي عنا بل هي لنا وأنبياء باش وباشتر هي بل هي لنا وأنبياء مقامي برز وبرستر هي بل هي بين خدمة أنبياء لقرآن وحتى لأحاديث صحيحة في غنبر معنا والقرآن بداية إشارة له بعض ملاحظات دا لسر حياة أنبياء ملاحظة كان دقيقا وحساسا باري تعالى للقرآن عتاب له آدم دقري ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يأخذ دفن وعصى آدم ربه فغوى أو عتاب ربانية لآدم ولأنبيائي لي لقرآن بواضح ديارة آية بيغمبر معنى إشارة له أو بعض أشتانة كردية لجواب له أيش أحاديث صحيحة لسلحية أو بيغمبر كدفرمي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يا غنب المان عتابي دا يعني لدك هذا آية فعلا ركن شديد نبؤ يا غنب يأوي إليه بشتي بقدي ف ديانا لناو أنبيائش مفاضلة هي فضلنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعضهم على بعض منهم من كلم الله لو أنا هي كلم الله كثيرا ورفع بعضهم درجات
تفضيل تفضيلكش ورفع درجات. أو جاء أوان الدين بو موقعيك تفضيل كراينة ورفع درجات كراينة أبو نوعي دين تعامل لغا بيغمبر ماندكا واتا أقباري تعالى أواني تفضيل كردبي ورفع درجاتي كردبا يقلو جزئيتي كمطلوب وليان موقفي عن بلامر بيغمبر ماند لسورة أحزاب آية حفت أو مؤتمرية باري تعالى مقدمة لبودادنية بواضح إشارتي لدك بحثي عهد بيمانك لك لبيني همو بيغمبركان وبيني بيغمبرمان أو عهد بيمانة ناوي رب العالمين ناوي نائب ميثاق ميثاق كشي وصف كده يبقى غليظ ميثاق غليظة لفنمي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما بحثي أنبياء دكا بحثي صدق دكا لأنبياء لحوار بيني عيسى عليه السلام لك رب العالمين روج قيامته مقطع لو مقاطع أنا عيسى عليه السلام بفهمي ينفع الصادقين صدقه ديار الأنبياء مصداقيتيان أصلك لمفهوم نبوة بين تمشي آياتك كيف كنت مشاي كلماتك كان مكين وإذ أخذنا من النبيين نبيين نوسيني إملاء كلمين نبيين بنوع نسرايا عينا وقتش همان كلمة أنبياء نوسيني إملاء أنبياء لقى النبيين فرقي هي فاشان أخذنا من النبيين وجمع ميثاقهم باش كل ميثاق للنبيين والجيران لو يكسر باشوان بيغمبر ما نهات أو موقع فاضلة زمنا بيغمبر ما باشي همو ياندي عيسى بيشي خويتي دبا بيغمبر ما موقعي ألي ربايا لو يكسر باشي بحثي ميثاقي بحثي بيغمبر ما عندك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك دبابلي ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومنك لو هاي فرموها لو بيشو باشا هي لأن موقعي مقامة مكانية لأن لبلوي ميثاقك أو كالنبيين والجراية توثيقة أو توثيقة نبوتي أو شخصة نبوتي أو نبيان أو رسولة لتأست شي بي أو أست موقعي لبو درجتك لبلوي بيغمبر ما أستي لهم يان زياترة لو مقام النبي بيشم يام كريم ميثاقك جنائنا غليظ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليه هشتا واضح ترى باري تعالى
مؤتمرك ضخم، أنا وأنفسي أنبياء، هم أنبياء موجودا، هموشان دانشتينا أنبياء أني ببي وراء مستابن هم يان دانشتينا أنا مؤتمر كأنه بينا في تاريخ تصويرك أنبياء لقاع الجودة القرآن بشتو كانس نبي ناوي هاتيا بس لحديث إشارتي لبوهية بشتو تسال هزار پیغمبر بينا برتاوي خود قاعك بشتو تسال هزار پیغمبر تيدا دانشتبن همي بتسلسل بتسلسل موقعيان ومكانيان هل پیغمبرك بلا تشبيه وكو سفارات هر سفيرك ورقي اعتمادي تشبي أو لا باشايا لتأستك مؤهلك إعداد كرابي وآمادة كرابي أو بيا فايلي بيا بيشتتان هذا البيغمبر لمؤتمري حضور يعني هي هم يندانش لنا وقعي بين بس هاي خد كأنه ثم جاءكم رسول أو أنهم نبيين بس بيغمر مع رسوله أو أن أنبياء أنينا بيغمر هم دانشتينا مؤتمرك لبو شكر آية لبو رسول ثم جاءكم رسول شيء إشرافه إداري مؤتمرك دكا رب العالمين ليه فرمتي وإذ أخذ الله رب العالمين مشرفة لس المؤتمر همو أنبياء كان همو نبيين كان لنوقع أشي ضخم همو دانشتينا انتظاري هاتني رسولك دفن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة كتاب وتنزيل كتاب لبو واقع كتاب وتنزيل كتاب همشى النبيين شاكا ثم تراخي زمنية جاءكم رسول مصدق لما معكم لتسه مصدق لبو أو كتاب أو حكمة معكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين تيا لتؤمنن به ولتنصرن إيماني بيبينا نصتي شبدا كلمي نصرت غير غلبتها سنجارك باس ما انكرديها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كلمي نصرت وما النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم إذن حتى حركك هبي أو رسول بيكا لبما فهم نصرة أجر بيته أو إيمان نبي أو نصر ليرا نقصان نبي دبت غلبك دبي أو أنبياء أنا ليرا إيمان برسول بينا إيمان برسول بينا بس إيماني بي بينا نصتي شبدا ولا تنصرنه تؤمنون به وتنصرونه أو ميثاقك يا
لە ئاەتی پێشترێ باحسی میتاقی غەلیت دەکا. إذن أو ميثاق أو مؤتمر ضخمة هموي لبأو دشتيا لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال لبلوي رب العالمين الله جل جلاله مشرفة وإداري مؤتمر كيدك لبي أو موضوعك عرسك أنبياء هموي بس كدانشتينا هل يكفايلي أوراق اعتمادي خوي نبوتي لدستا رب العالمين قصان لك لو مؤتمر فقط رب العالمين حقق صيحيه هم سكوتا بيشتو تسال هذا البيغمبر انتظاري او رسولي اذا كان به هذا تشريفي حضوري بلا مؤتمري يكسر رب العالمين ارضي ميثاقك اذا كان ميثاقكش لا تؤمنن به ولا تنصرنه وهذا وصي رب العالمين انتظاري جواب دكا تبي اوان تداخل خوان بين بابا اوجد برسي قال ااقررتم تقرير اگر ملاحظه ان كتبي حتى ليرج لواقعي ما خرك كريني فروش نقدك على عاردك لخان يقلا أوك دستك عتب عدليان محكمة دل تقرير له ده أو كلمة أنجلي بوا تقرير له ده أو بلا تشبيه لوي ومعي تاريخي أو كلمة يعني اعتراف كردنا لبيش حاكم سؤال جوابك هي فروشتت عارد بخاني بي بفروش شارك هيدري بكري على كدري كريت أقل لبيش حاكم هو دو قصان يانكرت تبي لفظا قصان بكن بري جنابي حاكم أو خانية فلفلان زي فلان زي فلوشتم أويش كاك أو خانية لفلان زي فلان زي كريت تجالو بار خرككا أو برين أمية أو مزموعة كلماتاني لبرنيا حاكمك خويلو يدخيني لسر ورقيتها بخويلو يدخيني أولا موضوع كي موجود بي بفلو الشعر كي داري لو يدخيني رولوي دكا داري والتواوى أجد داري بري جنابي حاكم داري ولا موركا أول بيدا قلت لي تقرير أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري شانقو قالوا أقررنا أويكا أتو طلبت في الليمان أوي أتو لن برسين دعوات في الليمان بلي إقرار ما كرت قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين شو هذا فرمي رب العالمين الله إذا مؤتمرك انتهاي هاد بوي همو نبيين إيمان ببيغمبر بينن ونصتي شي بدن رب العالمين الشاهد لسر أو ميثاقة وخوشي أوان شاهد قال فاشهدوا هل يكذب أويتك شاهدا وأنا معكم من الشاهدين فلوية لزوربي كتبي سابق رسالاتي سابق جهان پیغمبر حتبي لبو أمتي قوي لرسالة كي لكتابك إشارتي مباشر لبو پیغمبر مالي ما عدا يوش خوي رسولك لفظا بأمتي قوي قوتيا كموضوع شوهاية آقا دار من أمقو لو جزءك لمفهومي ميثاقك إذا بي بيغمبرك أدعيك نبيك أدعيك إذن مكاني بيغمبر ما أنا كل أنبياء لو أستيا
أو وقتك أنبياء نبيين كان ليرا إيمان يعني ببيغمبر هنا ونصرت يعني ده أوتوماتيكي أوان نبوت يعني سحب دبي لابو بيغمبر ما واتا هرسي فايلاتي أنبياء ومرسلين هموي لقد بيغمبر ما بو بيغمبر وحي لبوهات همو فايلة كانيوان تسليمي بيغمبري ما دكري همو كتاب كانيوان دبتا يك كتاب قرآن تسليمي بيغمبري ما دكري وأوان خوشيان هرسي نبوتها يا نامينه هرسي رسالتها يا نامينه همو دبنا جندي لو روجك لمدينة پیغمبر من عمری که خطابی دید رضی الله عنه پرسکر توراتی که دستا پیگو چی اوه؟ گوتی و پرسکر تورات هستی کرد پیغمبر من بواسطه او پرس تورات که انه جی تقدیر و اعتبار لکن عمر تعبدی پیدا که دك باسي توراته كيف كان وحيس والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني اجا موسى ليست لو بيني لبيني نقول بجابه لقنا نقول بجابه حقي هيك نبو الا ببتا تابعي من اذا لو ميثاقي أنبياء كان هم فاعلات أن تسليم بيغمبري مكرت بيغمبري ما هم فاعل كاني ورقت هو شيء إقراري كد بيغمبري كانش شاهد ياندا شاكا كوري قرت بيغمبر ما كبو بيغمبر وحيل بوهات هرسي زردشتيا هرسي أم أديان سابقيا بيشي وانش أوجا جولك كان صابئ كان مسيحي كان أو أتباع داود أو أتباع موسى أو أتباع عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أو أنها ميا النبي بين تبعية بيغمبر مان إثبات كنا سل خويا وبيغمبر إشمان دبي بقدهم أو نبيانا قدرتها بي إمكانيتي هم نبي كاني هبي واتا موسى عليه السلام خصوصا نادرا لبو بني إسرائيل بني إسرائيل إنقاذك قتال يامك على بن دستي فرعون موسى سي إمكانيتي هيا لبو تانين ببون سببي هدايتي جولك كان دبي في غمر مان أو ندي بيبي أدنى كم بيبو في غمر مان جولك كان روج قيامة حجية عند دبي كفي غمر بقد في غمر يواني بين أبو لو يحقد دنا خيان إمام بفي غمر منين همان شد داود عليه السلام تندي بيبو بي لزبور لبو أمتي خوي دبي بيغمبر مان بقد داود بيبي لوي حتى لخلقت داود عليه السلام دنجي زور خوش بو كتسبيحاتي دكت هرشي طير وجبال هبو لقى داود تسبيحاتي دكت بيغمبر مان نفسي شتي بيبو نفسي حالي بيبو شاك. عيسى عليه السلام حتى لهدوء استقراري شخصيتي عيسى نفس هدوء وتوازن استقراري بيغمبر مان موجود بو إذن أجر بيتو عيسى عليه السلام با إنجيل وبمؤثرات شخصيتي خوي تاني بتأثير لا بقايا بقيه باقيه جولك
بكا دبي پیغمبر من اون دی پیبی اخو مسیحی کان حجه اند بی روز قیامت بدن بر خدای دن پیغمبر محمد پی نکرا وکو مطلوب وکو عیسی لگن ما بکا فلوه حتى مسيحي كانش وجلك كان زمان پیغمبر قناعتيان بويبو ستاسد پیغمبر من او پیغمبره که پیغمبر کانی خویان اشارت یعنی لو کردیا نفسی وقتش او پیغمبره که پیدا کلی ببتسبب هدایتی لوی روایات وقت خوی اوسو خزرت لمدینه که پاشان بون انصار شر یعنده بوله بین یک و زور داریش او شر جولکه هیدش زند جارو بر او شو خزد اتفاق یعن کرد با شر یعن کرد با لگا جولکه جولکه عدد یعن کم بو جولکه تهدیدی عرب یعن نکرد با وی بس دسل من راوستن پاش مده چی کم پیغمبرک ظهور دکا او وقتی اما ایمان باو پیغمبر دینین که ایمان من باو پیغمبر هینا امگو موقع تانس دبی دبی وچی قومی عادوس همو تالیب که اناو تان ببی او تهدید و عیدی جولک کان بون لبو عربکا بس تهدید یانده کد باگراوند یعن چه بو ثقافی یعن لکتابی خویان موجود بو لانجیل موجود بو که بحثی پیغمبر بنده که او مختصر که لعلاقی بین پیغمبر من لگر انبیاء اکان و انبیاء اکان لگر پیغمبر من لو مؤتمره نوعیه پیش خلقی ادساد باري تعالى او مؤتمر بنفوس انبياء كت و او موقع لبو پیغمبر من دانا ان شاء الله و توفيق دا لقاء پاشي وي زياتر و رونتر لو مواضعان بازدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.